السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو أنا حابب أغير بطارية الجوال تبعي، لأنه حسيته أنه آخر فترة بياخد وقت طويل لا يشحن، وبيضلش ساعة وبعدين بيفرغ كل هذه الشحنة، وبالتالي أنا بقدرش أشتغل في ساعة واحدة. أوكي، فأنا حبيت أغير بطارية الجوال، وأنا حسبت أنه بطارية الآيفون ممكن ما تتغيرش، ولكن شاهدت شوية فيديوهات على اليوتيوب، واليوم نشوف هل هتنجح معنا العملية ولا لا. فهو هذا الايفون تبعنا، وانا شريت البرودكت هذا من اي باي. طبعا نفتح ايش موجود فيه. هذه هي البطارية تبعت الايفون الجديدة اللي احنا بنركبها، وفي عنا طبعا كلهم نفس الخصائص، وطبعا هم مش متوقعين انه يكون معي نفس المفكات اللي بتفتح الايفون والتولز والادوات اللي ممكن تساعدني. فهنا مثلا في نوع معين من المفكات اللي ممكن تفتحها، وبالتالي هم ايش جاي مع البطارية هذه المفكات. فخلينا نشوف مع بعض هل هينجح معي الموضوع ولا لا. وبهيك غيرنا احنا بطارية الجوال، ونشوف عاد بعد هيك طبعا هيكون شحنه طويل ولا لا. هذا امر مع الوقت ممكن اعرفه، ولكن الان هي تم تغيير البطارية وهي شغلنا الجوال. ننتظر قبل ما يفتح، بياخد وقت شوية بعد الابديت الاخير، مش عارف ليش، بس هي على الاقل شفناه والان اشتغل وهي تمام التمام. شكرا لكم.